السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سلام الله عليكم اخواني متابعي قناة دروس التقنية المعلوميات، مرحبا بكم، سعيد جدا بلقائكم، التواصل معكم مرة اخرى دائما في اطار دليل استعمال منظومة مسار او موقع مسار لتدبير مؤسسات تربوية. نلتقي اليوم مع حلقة بعنوان تصدير واستيراد بيانات التلاميذ، وهذه العملية نحتاجها إما لإدخال بيانات التلاميذ الوافدين على المؤسسة في حساب المؤسسة في مسار، أو للتعديل عليها وتحيينها وإصلاح ما يمكن إصلاحه من معلومات ربما تم إدخالها بشكل خاطئ في فترات سابقة. إليكم الطريقة. طابت لكم الدنيا وارزقكم الله الصحة والسعادة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تبخل بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو وتقاسم الحلقة مع الأصدقاء والزملاء حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. شكرا لبقائكم معنا إلى هذه اللحظة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.